ولكن ما هو مؤكد أن هذا الاتجاه في يعني تغيير يعني نمط الاستهلاك بالنسبة لهذه البلدان يحتاج إلى وقت لكي يترسم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه عملية الاستثمار وتغطية يعني الحاجيات الاستهلاكية التي تعوض فعليا ما يتم استهلاكه الآن من نفط وغاز يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى سنوات. وبالتالي فالأثر الآن بالنسبة لتراجع يعني الإمداد بالنسبة للغاز كما تحدثنا فيما قبل، والآن بالنسبة للنفط، هناك ضغط على النفط، ضغط وهناك طلب إضافي على النفط. ولكن يعني التدخلات الأمريكية، رأينا الرئيس الأمريكي كيف تدخل وحاول أن يؤثر في مسار يعني تطور السعر عندما بتشديد لهجة وهدد ب يعني فتح الإمدادات بالنسبة ل بالنسبة للبترول. ولكن نحن نتساءل ما مدى قدرة الولايات المتحدة على تغطية الحاجة الإضافية بالنسبة للبترول على مستوى الأسواق، حيث أننا نعرف أن الخسائر التي تكبدها المنتجون الأمريكيون الذين كانوا يشتغلون في ميدان يعني البترول وغاز الشيست تراجعوا وتوقفوا عن الإنتاج نهائيا كنتيجة لتراجع أسعار النفط في السنة الماضية. وبالتالي فالعودة هؤلاء إلى الإنتاج ليست سهلة، مما يؤدي إلى أن يعني الضغط الحالي سوف يؤدي إلى المزيد من ارتفاع السعر، حتى إذا كان هذا الانخفاض يعني إلى ما دون 80 دولار، ولكن هذا لا يعطي في الحقيقة لا يعطي حقيقة الوضع بالنسبة للسوق، لأن في السوق هناك نهم، هناك طلب كبير على البترول وعلى الغاز.